الواحد العصير ديال ايه البربة. عسل البربة مزيان. ايه، عندي واحد خيزوة مسلوقة محكوكة، عندي واحد البربة مسلوقة حتى هي محكوكة، عندي واحد التفاحة حتى هي منقية مغسولة، وعندي 5 الحبات ديال الفريز، وعندي عصير ديال الحامضة، وعندي 3 المعالق كبار ديال السنيدة، و3 الكيسان ديال الماء بارد. كنخلطو هاد العناصر كاملين في الخلاط الكهربائي، وكنخليوه حتى كيبرد، وكنقدموه بالصحة والراحة للوليدات. ايه ممتاز هذا. يعني ما كيجيش فيه المذاق نهائيا ديال البربة، حيت كيكون فيه المذاق ديال الفريز. فعلا الله يعطيك الصحه. الدراري اللي ما كيبغيوش يشربوا لينا البربة، هي هذا الشيء اللي كاين فعلا بهذا على شكل عصائر ولا فلان بالبربه يعني ولا في اي الكيك ممكن حتى يتكال. ديريني البربة حتى هي مسلوقة، وديري مع واحد البنانة، وديري مع واحد التفاحة، وجوج معالق حتى 3 معالق ديال السنيدة، وديري معاهم واحد ياغورت بالنكهة ديال الرمان ايه حتى واخا هو، وكطحني الكل وكتقدميه بالصحة والراحة.